وهاخد من كلام دكتور نسرين على لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والزيادة السكانية، أنا بسأل لحضرتك نفس السؤال، الأسرة مشاركة بشكل كبير، ما هو الأسرة لو ما استجابتش للحلول اللي بتتقدم على الزيادة السكانية وكفاية 2 والحلول المقترحة أو حتى التشريعات، إنه الناس مش عايزة تشريعات تبقى عقابية، مش عايز يعني عشان تتجاوب، وفعلا في دور إعلامي احنا بنقول وبنقوم بيه، زي ما بيقولوا كده الدباجة دي هتتم ازاي في وجهة نظر حضرتك؟ أنا طبعا بشكر الدكتورة نسرين وهي أستاذتنا وهي مقررة اللجنة دي، والأستاذة نيفين عبيد مقررة لجنة السكان. أنا بس شايفة أن في دور كبير جدا للدولة وصانع القرار، لأن خلق بيئة إيجابية للأسرة، يعني مثلا عمل المرأة الرعائي، احنا النساء تحت ضغوط فظيعة، ضغوط اقتصادية، اللي بتخرج تشتغل دي وهي مضطرة، هي بتشتغل وشغل البيت عليها وأزمة اقتصادية وصعوبة جيران وانفصال عن الأسرة بسبب الهجرة الداخلية، لازم يبقى في بيئة إيجابية علشان الست دي تعرف تكون محتوية لأسرتها، لأن احنا بنتكلم عن الأسرة كأنها حاجة يعني كائن فضائي. الأسرة قائمة على الحب والاحترام والحب المتبادل والرحمة والعدل، يعني كلها قيم جميلة جدا، إزاي إن أنا أقدر أزكي قيم دي في بيئة مادية بتحاربها، يعني مواصلات أي صعبة، قوانين زي ما الدكتورة نسرين قالت، فالتشريعات جزء صغير منها، لكن في خدمات، يعني الخدمات الاجتماعية لازم تدي أولوية للتماسك الأسري، مش الأسرة اللي تعمل ده، يعني أولوية للم الشمل، إيجاد عمل في محيط سكن الأسرة الصغيرة، دور رعاية، حضانات، احنا عندنا قصور فظيع في الحضانات، لما حضرتك تشوف عدد الأطفال، يعني الحضانة دي، الحضانة ورعاية الطفولة المبكرة إحدى مفاتيح التماسك الأسري، فأعتقد أنه لازم ندي لكل حد واجب، أيوة على الأسرة واجب وعلى المشرع واجب، لكن الخدمات وبالذات الخدمات العامة والسياسات الاجتماعية عليها دور كبير جدا. مثلا الأخصائي الاجتماعي في المدارس، يعني الأخصائي يعني الحلقة اللي فاتت أنا اتكلمت على موضوع الأخصائي الاجتماعي اللي ما بقاش أنا جيلي التمانينات، إحنا كنا الأخصائي الاجتماعي والأخصائية الاجتماعية ليها دور كبير في أي مشاكل أنا بعانيها سواء برا المدرسة أو جوه المدرسة، عنف أسري، تنمر، الأخصائي أو الأخصائية هي اللي بتاخد بالها اللي جاي مش فطران واللي هرب ونط السور واللي معنف، يعني ففي خدمات احنا ممكن ان احنا نفكر فيها تخلق البيئة الإيجابية اللي تخلي الأسرة تستجيب